اللي موجوده. ف يعني اللي احنا سميناها صيد بتبتدي بكل بساطه انه تبقى واحده عادي جدا، حتى ممكن ما تكونش هي دخلت على الجروب او موجوده على الفيسبوك بشكل عام، وبيبتدي يحصل انه اللي يدخل يكلمها بيبتدي بس بكلمه بسيطه قوي: اخبارك ايه؟ هي كلمه اخبارك ايه. طب الصوره مثلا، حتى كان صوره البروفايل، هو ايه القمر ده؟ بعد ايه القمر ده ممكن يبقى في حاجه تانية في مره تانية، لو ما لقيناش رد يبقى في مره تانية: هو مال شكلك حزين كده ليه؟ هو طمنيني عليك، او يرن اخبارك ايه. كلمات حزين بسيطه ممكن يبقى جدا. حزينه اصلا، فيعني هو حس بيها ازاي؟ فيبتدي بقى هنا ايه اللي بيبتدي، او يعني اول حاجه اللي هي الف ب في ان احنا ندخل في شبكه الصيد دي، هو الرد على اي شخص انا ما اعرفش هو ايه، او ممكن اعرف ان هو مثلا كان زميل في دراسه قبل كده، في شغل سابق، قريب من بعيد، اي حاجه من الحاجات اللي هي اصلا ما فيش اي تواصل فيها، او ما فيش علاقه عاديه طبيعيه الناس كلها عارفاها ومقبوله لدى الناس، او مقبوله لدى الاطراف المجتمعيه اللي حوالينا. فنلاقي ان هو بس بدايه، اول البدايه ان انا هرد، او ان الست دي بدات انها ترد. لو من اول كلمه الرد بيحصل ايه؟ على حسب ردها. لو ردها اهلا وسهلا وهتفتح مجال للكلام، هتبقى ممكن تتطور الى ان تصبح علاقه، ممكن تصبح علاقه عاطفيه، ممكن تصبح علاقه مشبوهه، اي علاقه ممكن تكون حسب ردها وحسب ما هو هيجر معاها الكلام. تمام؟ فبالتالي اول ما هي هتبدا ترد هو كده بيختبرها، اوكي؟ وهو على حسب ما هو عاوز هيقدر يوصله. يمكن في كان حادث قريب يا استاذتي العزيزه، كان لواحده تعلقت جدا برجل هي ما تعرفوش في الحقيقه، بس فضل يكلمها ويسال عليها ويديها الاهتمام، وكل يوم بتعملي ايه وبتاكلي ايه وبتلبسي ازاي، وهل انت بتعملي ايه مش عارفه في البيت. فابتدى يخش في خصوصياتها وهي تجاوب تجاوب تجاوب، حتى لما تزوجت هربت من زوجها وراحت لهذا العشيق. عشيق على الانترنت ما هوش حقيقي، بس لما تزوجت سابت جوزها الحقيقي وراحت لهذا الشخص. قد ايه احنا عايزين نوضح للساده المشاهدين انه قد ايه ممكن الكلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكن يصبح جريمه، ممكن يصبح علاقات غير محموده، ممكن يصبح شخص ثالث وطرف ثالث في علاقتي الزوجيه، او طرف ثالث في البيت بيختص هو، او بفتح له كل الخصوصيات بقى شخص زي الاب والام مثلا. دي حاجه. حاجه ثانيه انا بس بحب اقول حاجه كده ارشاديه بسيطه: شخص انا ما اعرفوش يبقى ما جاوبش، واقول له لو سمحت انا ما عنديش كلام على الخاص من الاول، طالما هو زميلي ولا هوش اخويا ولا حد اعرفه. طيب لو هو مثلا زميل برضه يبقى فيه حدود، يبقى اذا اللي انا اعرفه يبقى فيه حدود وعدم اقتحام للخصوصيه، لانه بيحصل ارسال واستقبال زي ما حضرتك شرحت. تمام. بعد ما بيبتدي يحصل ده بيبتدي يبقى فيه في يعني في المخ حيز من التفكير في الكلام اللي بيتقال. طب انا هرد ولا مش هرد؟ طب هرد اقول ايه؟ وابتدي افكر، وابتدي يبقى فيه حوار رايح جاي. طول ما في حوار وفي مساحه للوقت ده اللي هو بيبقى في الاول ده بس كلام عن الاخبار، ده بس بعرف هو عمل ايه دلوقتي. كمان فكره التواصل الاجتماعي او الفيسبوك او اي حاجه من الحاجات دي بقى موجود عليها حاجات كتير لينا، تبتدي بعد كده نلاقي انه ايه كل حد او كل شخص او كل طرف يعني دخل يشوف بقى الهيستوري اللي موجود على ده. طب ونبتدي منه نقدر نعمل حوار جديد، ونقدر ندخل في كلام جديد، ويبقى الكلام كله واضح ان هو سطحي في الاول. عندنا نقطة مهمة جدا، وانه الناس بتتخيل انه، وعلى فكرة ده في الطرفين دلوقتي للأسف، انه كل حد منهم بيتخيل انه هو على فكرة مش هيقدر يعمل حاجة، انا اللي بتكلم وانا اللي هعرف اوصل او اقف عند حد معين. هو نفس الكلام على فكرة، أنا مش هوصل للغلط مثلا، أو مش هعمل حاجة غلط، أنا عارف كويس قوي الحلال والحرام. هل إحنا يعني بدأنا نستصغر المسائل، ولا موضوع السوشيال ميديا إنها بقت موجودة في كل في إيد كل حد بقى حاسس إنه ده شيء عادي؟ هو قلة الوعي بتخليه يستسهل، هو ما عندوش وعي المدى بتاع الكلام بتاعه ده هيأدي لإيه. لكن لما يبقى فيه عند الواحد وعي عن طريق ضرب الأمثال، ولو لاحظنا القرآن عبارة عن إيه؟ ضرب أمثال كتير عشان عندنا وعي. كذلك الحياة لما نضرب فيها أمثال ونقول أنت لما هتتكلم مع فلانة الكلام هيتطور لعلاقة. لا لا ده هو كلامه وخلاص، أو هي تقولي ده على قد كلام بس فضفضة. معلش طب والوقت؟ وهينتهي الوقت ده اللي هو حاجة عندي هعمله بلوك بعديها. حيز من الوقت أخدته أنا أو الشخص يعني أخده من بيته وولاده وقته بس وشغله. ومقارنة ومشاعر، طاقة مهدرة. كم واحد هدر طاقته عشان حد هوى؟
طب ما الطاقه بتاعتك دي بقى اللي بتديها مشاعر مع اللي بره وسامحها، ما تديها لمراتك. الطاقه بتاعتك الحلوه اللي شغاله تديها، والدلال اللي بتديه ده، طب ما جوزك اولى بيه. انتوا بتهدروا طاقتكم ليه على الارض؟ هما بيهربوا. الطاقه دي اغلى من المال. انا شايفاها هروب، هروب من الواقع. بدل ما اقعد اتحايل على زوجتي واقدم لها المبررات واقدم لها الاعتذار، انا بهرب من الاعتذار، وان انا شايفها هي مخطئه. حاجتين هي اللي بتعمل المشاكل وتخليني الجا للموضوع ده. اما ان انا اعمل عمليه الانكار، يعني انكار يعني انا مش معترف ان انا اخطات، يا اما انا بتهم الطرف الاخر دايما ان هو السبب. ودي حاجه في علم النفس اسمها نظريه شهيره، يعني اسمها بؤره التحكم، ان انا ما بقدرش اتحكم اقول انا السبب. انا لو اعترفت ان انا السبب هقدر اتعامل مع اللي قدامي، او احنا الاثنين السبب. انما انا برجع الجا لواحد تاني علشان ايه؟ عشان يقول لي كان يوماني، وهو مش هيقول لي حاجه، هو عايز يسمع مني احلى كلام وانا اوري له احلى حاجه. فبالتالي هنا المشكله هتفضل قائمه مع الزوجين، وهتتطور بشكل غير اخلاقي او سلوك منحرف مع الشخص الاخر. يبقى زي ما دكتور رشا قالت ان هو ما يصالحوا ويحبوا بعض، هما اولى يعني. قلتهم حب مراتك اول، بدل الهروب اللي ملوش حل يعني. طب احنا نعمل مبادره حب مراتك اول. الامور كان لازم يكون معانا يعني الجانب الديني دكتور ابراهيم رضا احد علماء الازهر الشريف. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذ عبير، اهلا وسهلا وضيوفك الكرام. الله يكرمك. احنا بنتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي استصغار الذنوب او الامور، يعني انه ازاي ممكن حد يبقى فاكر ان هو هيفضل مسيطر طول الوقت ومش هيغلط، مش هيوصل للحد الاقصى اللي هو شايفه من وجهه نظره، يعني ان هو كده يبقى وصل للغلط الكبير. لا، هو احنا بنتكلم بس على الجروبات الفضفضه، وهل ده حلال ولا حرام؟